لتفصيل أكثر ينضم إلينا من الشمال السوري مراسل اليوم فراس محمد. أهلا بك فراس إلى هذه النشرة. أبدأ معك من التفاصيل حول الوضع الميداني في مدينة رأس العين بالتحديد، وما إذا كان هناك أي تغير في خريطة السيطرة. الإعلام التركي يتحدث عن سيطرة تركية على المدينة، بينما قصد تنفي وتشدد في نفيها على هذه الأنباء. ما الذي يجري داخل المدينة؟ نعم سلام، الاشتباكات لا تزال مستمرة بين قوات سوريا الديمقراطية وجيش العدو التركي. نحن في تواصل مع قوات سوريا الديمقراطية، أكدوا لنا أن المدينة لا تزال تحت سيطرة قواتهم. الاشتباكات هي أو السيطرة التركية هي على البوابة الحدودية. والاشتباكات أيضا مستمرة، هناك قطع عمليات كر وفر، الاشتباكات على البوابة ما تزال مستمرة، وفي المناطق الشرقية والغربية على أطراف المدينة ولا سيطرة من جيش العدو التركي على المدينة. نعم، إذا لازالت الاشتباكات كما تشير مستمرة ومحصورة في ضواحي المدينة. هل هناك ازدياد في وتيرة هذه الاشتباكات أو اتساع في رقعتها في بعض المناطق الريف، ريف رأس العين هنا أتحدث فراس؟ نعم، الاشتباكات هي تتواصل وبشكل مستمر يسبقها أو تحاول العدو التركي تمهيد الطريق عن طريق القصف الكثيف من المدفعية والطيران الحربي على مدينة رأس العين ورأس الأبيض. يعني الاشتباكات تتركز هناك، والقصف يتركز على معظم مدن وقرى المناطق الشمال السوري. الاشتباكات تتوسع احيانا وتتقلص مساحتها نظرا لما اشرت اليه من عمليات كر وفر، وهو اسلوب يتقنه قوات سوريا الديمقراطيه، حيث تنسحب من بعض المناطق ثم تعاود الكر وتسيطر عليها من جديد. نعم، هل لديك تفاصيل عن الوضع الانساني داخل المدينه في ظل الحديث عن وجود مدنيين محاصرين هناك الان؟ نعم، الوضع الإنساني داخل المدينة صعب. الناس ما زالوا محتجزين، لا يستطيعون الخروج من المدينة بسبب القصف المستمر المدفعي ولطائرات العدو التركي على داخل المدينة، وخاصة على شروق مدينة رأس العين، وأيضا يستهدف طرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني والهلال الأحمر في استهدافات للسيارات التابعة لهم ولمشافي ميدانية. وكما نعلم أن العدوان التركي استهدف منشآت حيوية سواء الكهرباء والمشافي المشافي داخل مدينة رأس العين، والتي أصبحت خارج الخدمة ومحطات للمياه. لذلك الوضع سيء داخل مدينة رأس العين. هناك نازحون تمكنوا من الخروج قبل أن تحتد الاشتباكات، لكن ما زال الكثير منهم داخل المدينة وبحاجة لأدوية، بحاجة لإسعافات، ولكن طرق الإنقاذ لا تستطيع الوصول إلى داخل المدينة بسبب القصف المستمر التركي على المدينة. نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسل اليوم فراس محمد، حدثنا مباشرة من الشمال السوري. أشكرك جزيل الشكر.